ينص على أنه في حالة شغور رئاسة حفظ الله رئيسنا، سيد رئيس الحكومة هي تولى المهام هذه. يا سيد رئيس الحكومة أي رأفة بناء الله يقدرك، هو الموت هو جائز الموت حتى بمرض، بعد عليك سيد رئيس الحكومة حتى لا نقع في الفراغ الكامل لا قدر الله، حماية لنا هو هز اسمع الكل، هو هزهم الكل يعني والله ما هز، هو هز الناس الكل، وانا متاكد ما كنت طبعا اكيد كانوا معاهم عشرات الاطارات الامنيه الكوادر الامنيه العليا وعشرات ومئات الجنود والواحد، يعني فعلا في عمليه تبين أن الدوله قاعده تسير بطريقه رعويه، نعم بطريقه قبليه، حتى الدول القبليه تطورت على هذا، يعني الدول في شو اسمه الدول اللي كانت اصلها قبلي كما في الخليج ولا نعم قبلي في افريقيا تطوروا ياسر علينا واصبحوا يسيروا في الدول بتاعهم بطريقه عصريه، احنا رجعنا الى ما قبل مش عارف شنو استاذ علي طريقه سمجه نعم.